السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نهضروا على ليميتيشن ديال باي بال. لحقاش تري بزاف كيسولوني على ليميتيشن ديال باي بال، يعني كيجي كيقول لك انا ما تنقدرش نفوت 350 دولار في باي بال، لحقاش كنخاف ليا باي بال على الاكونت ديالي. كاين اللي كيقول لك انا ما تنقدرش نفوت 500 دولار، علاش باي بال كتسدنا الاكونت؟ كل واحد شنو تيقول لك. يعني صراحة شنو نقول لك، ما يعني ليميتيشن ماشي شي مشكل اللي كبير اللي غادي تهضر عليه. ليميتيشن الناس اللي في اللي قدام الدومين كيجي يعني ليميتيشن راه ساهل، شي حاجه اللي ساهله ما غاديش يعني تهضر فيه. كنت هضروا فيه في الجروب هذا بزاف، ليميتيشن. اهم شيء في الباي بال هو تكون خدام ليغل. اهم شيء في الباي بال هو تكون انت خدام ليغل. ملي تنقولوا ليغل كيف ما قلت لكم، هنايا كتدخل سميتك وكنيتك ولادريس ديالك، يكونوا في الاي دي ديالك، يكونوا في لاكارت ناسيونال ديالك. هذا هو اهم شيء بالنسبه لي انا. اهم شيء هو تكون سميتك وكنيتك ولادريس ديالك. ديك الساعه اللي بغيت دير لك ديك الساعه اللي كنتي خدام ليغل كيشري من عندك الناس السلعه ديالك وكتصيفط لهم السلعه وكتدخل تراك النمبر ديالك في الباي بال، غيسدوه لك. لحقاش غادي تحلو. مكاينش مشكلة في الليميتيشن اللي كنتي خدام ليغل، عندك كلشي صحيح، خدام ليغل ما عندك حتى شي حاجة خايبة. كتصيفط الناس سلعتهم واخا يسدو لك، تحلو. يعني انت مكيتحلش الباي بال، مكيتحلش الباي بال لك تيدير الاسم ديالك مبدل في لاكارت ناسيونال، عندك اسم اخر وكتشد داك ملي كيديروا لكم الليميتيشن كتشدو كتصيفطو، مثلا كتصيفط لهم ما عندكش باش تبروفي بانك داك الاسم ديالك اللي كاين في الباي بال هو اللي كاين في لاكارت ناسيونال ديالك، ما تقدرش. دونك اوتوماتيكمون الباي بال ملي كدير لك ليميتيشن ما تقدرش تبدل الاسم اللي كنتي دايرو قبل، ما تقدرش نهائيا الا كان عندك شي حرف ناقص كيقول لك ممكن تبدل حرف واحد من الاسم ديالك اللي كاين في الباي بال. يمكن تقدر شي نهار تنسى مثلا سميتك محسن، تنسى ديك تنسى مثلا اوف وسط من محسن تنسى، يقول لك ممكن تزيد كلمه، ممكن تزيد حرف ولا تنقص حرف، فهمت؟ اما باش تبدل السميه ديالك كامله، باش تبدل الاسم ديالك كامل، ما تبدلش ليميتيشن، ما كيتبدلش. وهنايا خاصك تصيفط لهم الاي دي، وصيفطتي لهم الاي دي هما كيشوفوا الاي دي ديالك ماشي من ولا كيشوفوها الناس، يعني خدامين اكسبيريونس، عندهم اكسبيريونس في الباي بال وكيعرف شنو هو كيدير. تقول لي لا غادي نضربها بالفوتوشوب، ضربها بالفوتوشوب حتى هما غادي يضربوا لك الاكونت ديالك. انسى الهضره هادي، فهمتيني؟ باغي تخدم خدم ليجل، سد الاكونت ديالك، دير فيه الاسم ديالك، دير فيه العنوان ديالك اللي كاين في البيب اللي كاين في لاكارت ناسيونال، وبدا خدام على راسك، فهمتيني؟ ملي دابا حنا المشكل عندنا حنا المغاربه صراحه هو اننا كنبغوا كل شيء سهل، كنبغوا كل شيء. اثنايا كنبغوا كل شيء سهل، مني انا وجبت انا كان في يد الفيزا كنبغوا كل شيء حنا سهل، حيت حنا كبرنا بحال موك، حنا كبرنا بديك العقليه. هذاك حاضيني، هذا حاضيني، هذاك فهمتيني، هذاك سامر عليا انا سامر عليه، فهمتيني؟ انت كتحب بحال موقع باي بال سامر عليك غير انت، علاش سدوا لي انا الاكونت ديالي بوحدي؟ علاش من دون الناس يسدوا لي؟ انا خدام معاهم كنضرب تمارا وهما يجيبوا لي الفلوس. راه خاصك تعرف اخويا بان الباي بال ما كيلعبوش بصفه نهائيه، فهمتيني؟ ما كيلعبوش لحقاش الباي بال. لكن كيبان لك انت غير سيت بحال موقع، راك انت بقيت كدب على راسك. لحقاش باي بال راه كدوز الملايير، كدوز الميليون ديال الدولارز كل ويك. خاصك تعرف القضيه هادي، خاصك انت تكبر بها بحال الموقع. يقول بان هاد السيت هذا راه بحال غادي ندخل لشي بنكه، شي واحد غادي يدخل للبنكه غادي يسرق لي، غادي شاد فردي ولا طارقه وباغي يدخل لهاديك البنكه يكريسي عباد الله، ولا شي واحد مشرمل هاد السيت. انا شرحت لك بحال الموقع باش ما تقص. يعني انت خاصك دير اكونت ديرو يكون بحال الموقع، يكون ليغل، فهمتيني؟ وتخدم على راسك صافي. هذا هو اللي تنعرف انا. انا كنفرح ملي كنشوف انا الليميتيشن عندي في الباي بال ديالي، كنعرف بان دوك الناس خدامين معايا. علاش؟ لحقاش انا عارف راسي مليار في المية خدام ليغل، ما
وعارف راسي عندي انفورميشن ليجل، عندي كل شيء ليجل. دونك ملي كيجي واحد وكيبغي يدخل ليا الاكونت ديالي كيديروا لي هما ليميتيشن، او كيدخل مثلا افترضوا انه دخل دارك الباي بال ديالك وصيفط واحد الامانت من الباي بال ديالك من غير الايب اللي كتستخدم انت او من غير البيسي اللي كتستخدم انت، اوتوماتيكمون هما كيسدوه باش كيفيريفيو معاك واش انت هو مول باي بال ولا ماشي انت. اما احسن تكون انت هو مول باي بال، انت اللي مصيفط الفلوس، ولا يجي واحد يديلك فلوسك بارد انت ضرب عليها تمارة ويجي واحد يديها بارد. وقول انت يلا فهمنا غير انت. دونك الباي بال ما فيش مشكل ديال ليميتيشن، المشكل هو العقلية ديالنا. احنا كنبغو كلشي ايزي، كنبغو كلشي ساهل، كنبغو كلشي نديرو بالزربة، كنبغو كلشي الناس كتبدا من ا كتوصل لزيد. حنا كنبغيو نبداو من زيد بي في. غير واحد ولد الباح دخل عندي قال لي وكيفاش ندير 1 مليون دولار في اي باي، كيفاش ندير 1 مليون دولار؟ هو ما كيعرف حتى بلا ما نقول بلا ما نهضروا عليه، يعني ما ماشي تنعير ولا كنسب. حنا تنقول حاجه تكون سهله صافي، سالينا الهضره. ما تقولش لي لا وما تقولش لي لا حق انا باغي نديرو باغي نديرو باغي نديرو باغي نديرو. صافي الباي بال راه ساهل، كتجيك ليميتيشن كتحلو، لا خدام ليجل كتحلو. اول حاجه في ليميتيشن ملي كتحل انت الاكونت ديالك في بيرسونيل اكونت، رقم كتعطيهم في الاي ديالك ولا في الكارت ناسيونال ديالك، وما كتعطيهم حتى شي حاجه، حتى كتولي خدام. يعني كيجيك في الاول الحلان ديالو راه ساهل، لكن مع كتبدا تدخل الفلوس وهادي وهادي كيزيرو معاك شويه، كيزيرو معاك شويه اوتوماتيكمون ملي كيتحل مثلا اكونت كيحيدوا لك ليميتيشن، ما كيبقاوش يسولوا فيك. انا عندك هادي ملي مليار في المية ما كيبقاوش يسولوا فيك، كيعرفوك انت، كيفيريفيو معاك انت بانك انت خدام ليجل، الا لا كان شي كيس محلول ما بينك وبين الشاري اللي سامع عندك. هنا كيدخلو هما، فهمتي، كيدخلو، لكن كيدخلو ماشي معني انا يسد لك الاكونت، ما كيسدوش في الاكونت، كيرجعوا للسيد فلوس. لكن انت ما مصيفطش للسيد السلعه ديالو، ولا كنتي مصيفط السلعه ديالو وصلاتو اوتوماتيكمون كتاخد فلوس. هذا هو الباي بال. دونك انت ملي كيف ما قلنا حنا ملي كتدخل ملي كتحل بيرسونيل اكونت راك ما كتاخذش ما كتعطيهمش الاي دي ديالك، ما كتعطيهم حتى شي حاجه. خاصك تعرف واحد الحاجه بان الباي بال راه فيه سكان. شنو هو السكان؟ السكان مثلا هو شي واحد كيدير لك مثلا، خصوصا في الامريكان كيدو الناس الباي بال ديال، كاين واحد التولز، واحد التولز كيتباع غالي فهمتيني ديال الهاكر، كدو لبنادم الاكونت ديالو، كيديلك الاكونت ديالك بسميت الباي بال، كيصيفط لك ايميل في الايميل ديالك بسميت الباي بال دات كام، وكتدخل نتايا وكتبدل الباسورد وكتعطيهم الايميل فهمتيني. ملي كتعطيهم الايميل والباسورد اوتوماتيكمون كيطلع عند داك الهاكر وكيدخل لك الباي بال ديالك. من بعد شهر ولا شهرين حتى كيزكيك لان راه ما كاين حتى شي حاجه، كيدخل الاكونت ديالك وكيشري كيشري 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 شي حاجه غير ملموسه، ماشي برودكت، هو برودكت ولكن ما كيجيش للدار، كيجي يعني كيشريه غير ملموس. مثلا بحال البيتكوين فهمتي، كيمشي كيشري البيتكوين بالباي. علاش الناس اللي كتخدم في البيتكوين غتعرف هذا السؤال هذا، علاش البيتكوين ما كتستخدمش الباي بال؟ السؤال هذا الناس اللي خدامين في البيتكوين غادي يفهمني شنو تنقول انا. اذا كان عندك البيتكوين وديزا مدوز البيتكوين غادي تفهم السؤال ديالي، علاش البيتكوين الشركات ديال البيتكوين ما كتستخدمش الباي بال؟ ما عمرك طرحتي هذا السؤال على راسك، علاش؟ لحقاش الباي بال فيه سكام، كيدخل واحد وكيدير لك الباي بال ديالك وكيمشري يشري البيتكوين، يشري حتى 60 ولا 70 الا كان عندك البالانس كبير في كريديت كارد ديالك ولا في ديبيت كارد ديالك، يشريه فهمتيني، يشري هو غير نص بيتكوين راه عنده هو الربح، خد لك 500 دولار ولا 600 دولار من الاكونت ديالك وكيمشي يشريه وكيصيفطو ل مثلا الاكزامبل، ولا يصيفطو لشي شي 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 اكونت ديال البيتكوين اللي كتسيفي ليه البيتكوين ديالو وكيبيعو للناس، كيشري هو ان ليغل وكيبيعوك، كياخد هو فلوس ليغل، ما عندك منين تشدو فهمتي، ما عندك منين تشد ديك السيد اللي دا الفلوس للسيدة. ممكن راك تشدو ماشي ما تشدوش، لا تدخل فهمتيني، لا يعني لا تدخلوا معاك قانون ديال الامريكان وهذا، راه يشدوك يشدو فهمتيني،
ولكن القانون ديال الامريكان عندهم قدر، فهمتيني، كيشوفوا الحوايج اللي كبار كبار من هادشي ديال 500 دولار و100 دولار 100 دولار 300 دولار. دونك باي بال راه فيه سكام، وهادشي علاش كدير لكم الباي بال ليميتيشن باش كتفيري فيه معاكم. الباي بال كدير ليميتيشن على شي حوايج اللي خصهم يكونوا خصك تكون عارفهم. اول حاجه ملي كدير لك ليميتيشن، ملي كدير لك الباي بال ليميتيشن، خاصك تعرف واحد الحاجه بان خاص يكون عندك مشكله بصفه نهائيه. خاصك تعرف بان هاد ليميتيشن راه عادي مادام انت خدام ليغل. انا كنعاود نتسطر على مادام انت خدام ليغل عادي جدا، فهمتي؟ ما تيكونش عادي كيف ما قلت لك هو انك تكون ما خدامش ليغل ولا كدير شي حاجه في الباي بال اللي غير قانونيه، هنايا يديو لك فلوسك. وماشي يديو لك فلوسك، لك اختراط مع شي ماشي ماشي مثلا بايونير ديالك بديك الاسم باش نصوبو نتايا في الباي بال ولا فهمتيني. كي 180 دايز كيصيفطو الفلوس، فين ما كيديوش لك هما. المهم كيعرفوك بانك انت كدير شي حاجه ماشي ليغاليه، هاديك يقدروا يسدو لك الا ما كانش شي حاجه كراف، فهمتيني، بحال الاسم ديالك مبدل ولا شي حاجه بحال هكا كيصيفطو لك فلوس. المهم هو انك ما ديش الناس فلوس، هذا هو اهم شيء. ملي كتشوفك الباي بال كتولي تدخل الفلوس وكتشري وكتبيع وكتشري وكتبيع، اوتوماتيكمون كدير لك ليميتيشن باش كتعرف مع من خدام باش كتعرف مع من خدام. بالنسبه بشحال خاصني نستقبل في البيرسونيل اكونت، انا كتجربه ديالي في البيرسونيل اكونت ما خاصكش تفوت 1500 دولار، 1500 دولار ما خاصكش تفوت متفوتهاش، متفوتش هاد 1500 دولار. إلا كنتي كتحس براسك بأنك كدير أكثر من 1500 دولار، حولوا البيزنس، حلوا المرة الأولى، حلوا المرة الأولى أكونت بيرسونيل أكونت، وملي تبدا تدخل الفلوس وكتحس براسك غادي دير أكثر من 1500 دولار، حلوا بيزنس أكونت وتهنى مع راسك. بيزنس أكونت تخدم فيه مرتاح مع راسك، تستقبل أي حاجة. المهم بيزنس أكونت راه فيه الليفل، يعني كاين 350 دولار وكتم غادي وكتطلع كتشد كيبقى يتزاد، فهمتيني، كتوصل لواحد البلافو لي تقوم انت اصلا ما تقدرش تفوت، فهمتيني. دونك كيفاش نحولو المرة الاولى كتحولو كدير بيرسونال اكونت، كيفاش نحولو البيزنس اكونت في حالة انك شتي بان بيرسونال اكونت حليتيها المرة الاولى بيرسونال اكونت و فلوس كدوز كتر من 1500 دولار، سهل باش ترجعو بيزنس اكونت، سهل. كيف ما قلنا ملي كيكون عندك اكونت بيرسونيل اكونت وبغيتي تحولو لبيزنس اكونت، راه ساهل. اول حاجة كتدخل لهنايا، ياك كتدخل للسيتينغ، ياك وكتجي لهنايا ماي سيتينغ، كتكليكي على هادي وكتلقى هنايا بيرسونيل اكونت مكتوب هنا بيرسونيل اكونت، ايوا هذا بيزنس كتلقى انت بيرسونيل اكونت، وكتلقى هنا كتلقى ابديت، فهمتيني، بحال هادي كتكون مكتوبه هنا، كتكليكي عليها وكيدخلك لواحد الباج. الباج راه ساهله باش تحولوا البيزنس اكونت، ساهل جدا. اللي يكون عندك بيرسونيل اكونت تبغي تحولوا، اللي يكون عندك بيرسونيل اكونت تبغي تحولوا البيزنس اكونت، يكون ساهل جدا. كتمشي وكدير ابديت، كيف تكون هنا ابديت كتكليكي عليها. ملي كتكليكي عليها كيديك لواحد الباج كيقولك شنو بغيت، واش بغيتي بيزنس اكونت انديفيديال ولا عندك شركه ولا عندك شي حاجه. المهم كيعطوك اختيارات، انت كدير انديفيديال، ديما كدير انديفيديال، لا عندك لا خدام راسك خدام من الدار جالس في الدار وخدام وما عندك لا شركه لا والو، كدير انديفيديال، كدير انديفيديال وكدير السميه ديال البيزنس ديالك اللي كيولي هو البيزنس ديال السميه ديال الاكونت بيزنس ديالك، كتختار انت اي اسم اللي بغيتي كتختارو وكديرو، فهمتي. المهم كدير سميه ديال البيزنس. المهم ملي كدير اسم البيزنس ديالك كيدخلوك لواحد الباج اخرى، ديك الباج اخرى فيها انفورميشن ديال شنو كتبيع، شنو
شنو هو البيزنس اللي كدير، فهمتيني؟ كتقول لهم انني كنبيع وكنشري وهادي وهادي. المهم كتعمر هاديك الفورميل و كدير كترجعو بيزنس اكونت اوتوماتيكمون، كيرجع بيزنس اكونت ديك الساعة كيولي بيزنس اكونت. في حالة اللي كتولي تستقبل الفلوس كيف ما قلت لكم ضروري ومن الضروريات انا باي بال كدير لك ليميتيشن ضروري، الا في حالة وحدة، ولا كان عندك الباي بال ديالك قديم، اللي تنقول قديم يعني قديم بزاف. ملي كيكون عندك الباي بال قديم ضارب عام عامين 3 سنين تقريبا، باي بال ما كتسولش فيك لحقاش انت ما عمرك خلقتي شي مشكل، ما عمرك عندك كان عندك شي مشكل في الباي بال، دونك ما كيسولوش فيك حتى كيكون عندك شي مشكل ما بينك وبين الشاري. ملي كيديروا لك ليميتيشن كتخرج لك واحد، تخرج لك واحد الباج بحال هادي بحال هادي. انا خديت من عند واحد الدري تا هو عنده ليميتيشن، حلينا ليه الاكونت ديالو، كيطلب وكيزاوب حل حل ليا حل ليا، حنا عاوننا حليناه ليه، صيفطنا كلشي، فهمتي؟ صيفطنا كلشي هنايا كروشي بالخضر يعني كلشي مشى، وراه حلو ليه الباي بال ديالو. هادشي في 6/2017. المهم تحل الاكونت ديالو، لقاش خدام ليغل ما تسد ما والو، راه خدام بيه دابا مزيان. ملي كيكون عندك ليميتيشن كتخرج لك باج بحال هاد، بحال هاد الباج هادي، كيكون هاد كيكونو هاد سميتو هاد 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 المستطيلات كيكونو هنايا، ايوا كيكون هاد الكروشي كيكون هنا. ملي كيولي هذا مكروشي يعني راك انت صيفطتي ليهم الورقة اللي بغاو، كيكون هنا كونتيني هنا كونتيني هنا كونتيني هنا كونتيني بحال هاد السامبول هادي. اول حاجة هو هاد ليميتيشن كيكون بحال ماك، يعني كتصيفط كيقولك دير ابلود ديال فوتو اي دي ديالك، كيقولك بروف ديال الادريس ديالك فين ساكن، ستيتمنت ديال كريديت كارد ولا ديبيت كارد ديالك، عاوتاني هنا ستيتمنت ديال ديبيت كارد ولا كريديت كارد ديالك، كتبروفي بيزنس انفورميشن، كتبروفي شيبينغ، وكتبروفي اونفويس. ساهلين ساهلين، وخا تيبان لك بحال ماك راه ساهلات، ماشي ماشي راه خاصك توريك كونتيني عباش كتبان لك السهوليه. ملي كتشوف انت بحال ماك كتقول ناري تقدر يسدو ليا الاكونت ديالي فيه الفلوس وفيه هادي وفيه هادي، نو تخاف من حتى حاجه. هنايا ديال فوتو اي دي هي لاكارت ناسيونال ديالك، كتصورها من الجهه اللي فيها التصويره ياك، كدير كونتيني، كيعطيك واحد الباج اخرى كيقول لك هز الفوتو اللي صورتي، كتهزها كدير كونتيني كدير سين، كدير سين كتمشي. هنايا كاينه بروف اوف يور ادريس، بروف اوف يور ادريس هو الادريس ديالك اللي حال بها الاكونت ديال 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 البنكة، او تسميتو الادريس ديال تسميتو ديال لاكارت ناسيونال ديالك. في حالة اللي كتبروفي مثلا بروفي اوف يور ادريس كتعطيهم شي ورقة تكون فيها الاسم ديالك او الادريس، مثلا بحال الورقة ديال الضوء، بحال الورقة ديال الماء، بحال الورقة اللي كتجيك من البنكة، بحال الورقة ديال شي، المهم كيجيب لك الفاكتور، كيجيب لك الدار، تكون فيها الاسم ديال الباي بال ديالك والادريس اللي عاطي الباي بال، فهمتي؟ الاسم ديالك اللي عاطي الباي بال اللي كاين اللي كاين في كارت ناسيونال، والادريس اللي عاطي الباي بال في الباي بال ديالك في الاكونت ديالك في الباي بال، فهمتي؟ هنا ستيتمنت كريديت كارد ستيتمنت هادي ديال البنكه، كتمشي للبنكه كتقول لهم عطوني الغولفي ديالي ديال البنكه ديال الترانزاكشن اللي كيجيوني، اي كونت ديال البنكه كيكون عنده ستيتمنت ديالو كي برانتيها لك بالسميه ديالك وبالادريس ديالك وبفور ديجيت الاخر ديال الكارطه ديالك ديال البنكه، وكتصورها وتهي كدير كونتينيو كتصيفط عليها. هادي نفس الشيء، هادي راه بحال هادي الا كانوا عندك جوج كارطات، منين كي جوج كارطات عندك في الباي بال، حقاش من حقك انك دير جوج كارطات ديال البنكة في الباي بال. مثلا بحال انا عندي سيتيزن بانك وعندي بانك اوف امريكا، عندي جوج كارطات كنستعمل اللي بغيت انا فيهم، كتعطيهم جوج، كتعطيهم جوج. الا كانت عندك غير ملينكي غير مع بنك اكونت واحد، كتابلودي ستيتمنت
في الاولى كتابلودي نفسها كتابلوديها في الثانيه، هو كيفهم بان راه كاينه غا كارطه واحده اللي كاينه في الاكونت ديالك. هنا انفورميشن اباوت بيزنس، يعني معلومات ديال البيزنس ديالك، معلومات ملي كتكليكي كونتيني كتكون عندك كونتيني قبل ما تكون عندك هاد الكراش هادي خضرا. كيكون عندك ملي كتكليكي كتمشي للكونتيني في البيزنس انفورميشن، كيقول لك عطينا غير سميتك، السميه ديالك والتليفون، كتعطيهم التليفون ديالك فهمتيني، وكتعطيهم شنو كتبيع وشنو كدير، يعني شنو كتبيع صافي، وكدير كونتينيو كيمشي، ما كتبروفي حتى شي حاجه، ما كتجيب لا ورقه لا والو، غير كتكتب هاد بيزنس انفورميشن. هنايا هنا البروف ديال اوف شيبينغ، هنايا كتمشي كتكليكي ياك، كتكليكي عليها. بعض المرات كيقول لك عطينا واش انت كتصيفط السلعه ديالك الناس، وكتدخل تراك النمبر كدير ياس ولا لا، كتكليكي ياس. داك انت كتدخل تراك النمبر ديما كدير ياس، وكيديك صافي كتولي هادي مكروشي هنا بالخضر فهمتيني. بعض المرات كيقول لك صيفطنا التصاور فهمتيني، نتوما اكثريه كديروا الدروب شيبينغ فهمتي، داك ما خصكش كدير دروب شيبينغ، خاصك يعني كيقول لك عطينا غادي مثلا عطينا ديال الشيبينغ اخر واحد صيفطتيه عطيه لينا، دونك خاصك تحتفظ ديما بديك الورقه ديال الشيبينغ اللي كتعطيك مثلا دي اس ال ملي كتصيفط السلعه ديالك، اخر وحده ولا جوج الاخرين كتحتفظ بهم وكتعطيهم ليها. في حالة كنت كدير دروب شيبينغ، كتمشي لعلي اكسبريس، وكتهز تراك النمبر، كتصور ديك الباج اللي فات تراك النمبر، وكتصيفط عليها، كتصيفط عليهم، كتولي هنا كدير ساند، كتولي هنا كروشيا. هنايا ديال اون فويس، هنا خاصك تبروفي ليهم بان بالاون فويس بانك كتشري انت السلعه، بانك انت كتشري السلعه بالاون فويس. في علي اكسبريس وفي علي بابا ما كيعطوكش الاون فويس، ما كيعطوكش الاون فويس، وكتبغي تطلبو منه ما تيعطيهشك. شنو هو ما تيعطوش الاون فويس؟ لحقاش ما عندوش هو الوقت باش يمشي يصاوب لك هو الاون فويس، كتشري من عنده مثلا، وكتشري من عنده حتى بزاف، يقولك ما عنديش، كيجيك هو من الاخر يقولك ما عنديش، ما عندوش هو يضيع الوقت معاك، هو باغي غير الفلوس. شنو هو كيبغى؟ الفلوس، عطيه الفلوس صافي، ما تهضرش معاه، تقولي شي حاجه من غير الفلوس ما يديرهاش لك فهمتيني. بالنسبه للبروف اون فويس، ملي كتعمر هادي وكتعمر هادي وكتعمر هاد ستيتمنت، كيعرف بان ستيتمنت ديالك، ان الكارطه ديالك، وان الاي دي ديالك الانفورميشن صحيح، وكلشي صحيح، راه الاون فويس راه ساهل، ما تيسولوش هما على الاون فويس، هما عارفين الاون فويس بانك كاين اللي تيعطيه وكاين اللي ما تيعطيهش. في حالة عطاك شي واحد بغا الاون فويس، كتمشي لعلي اكسبريس، كتدخل لعلي اكسبريس بحال ما هكا، كتدخل لعلي اكسبريس، كتمشي لعلي اكسبريس بحال ما هكا، كتحل الاكونت ديالك. ملي كتحل الاكونت ديالك كتمشي ل الماي اوردر، راه كاين هنا في سيتينغ، كتحل لك بحال ما هكا ياك، وكتبغي الاون فويس. الاون فويس ما كيعطوش لك الصالير ديالك اللي كتبيع عليه. كاين الدراري هنا الشمس يقولوا بان خاصك تفاهم مع الصالير قبل ما تشري، غادي هضره خاويه، ما كاين لا صالير لا محزانون، كتمشي كتخدم على راسك، تجي تبقى تقلب على الصالير اللي غيعطيك الاون فويس، راه ما غاتسهليش، ما غاديش تلقاه لا في علي اكسبريس لا في اي حاجه، ما غاديش تلقاه فهمتي. دونك كتمشي كتخدم، كتحط الايتيمز وكتخدم، وين كدير لك ليميتيشن باي بال. الناس اللي كيديروا ريفيو الاكونت ديالك في باي بال هما عارفين شنو كاين، يعني هما حدك كتدخل لهم هادشي الانفورميشن صحيحه، كتدخل لهم الانفورميشن هادي صحاح، الاي دي ديالك، كتبروفي بان راه الكارطه ديالك، كتبروفي البيزنس انفورميشن ديالك، غير هادو كافيين بانهم يحلوهم. وكا كتزيد هادو كتزيدهم ليهم، هما باغيين يشوفوا غير هادشي انفورميشن صحيح، وما عارفينك كتخدم ليغل ولا ما كتخدمش ليغل، وما عارفين لما كتخدمش ليغل راه كيسدوا لك، ما كيبقاش يتحل. ملي كتخدم ليغل كتعطيهم غير الاي دي، كتعطيهم الادريس، كتعطيهم ستيتمنت ديال الديبيت كارد ولا الكريديت كارد ديال البيزنس. هنايا ساهل فهمتيني، هنايا بروف شوبينغ ما كيسولوش فيه بزاف،
اش غادي يتعمروا وما كيتسوقوش ليه وما كيتسوقوا غير لهادشي، فهمتي؟ وهنايا ديال الانفويس حتى هو راه ما كيتسوقوش ليه، المهم هو كتعطيه ليهم كتعمر باش كي الريفيو كامل كيطلع وكيمشي. لحقاش لا خليتي غير واحد محلول ما كيوصلهمش، خصك تعمر كل شيء ودير ساند لكل شيء عا باش كيولي في البروسيس ديال الريفيو، يعني شد الصف ديال شد الصف مع الاكونت اللي كانوا دايرين ليهم ليميتيشن باش يشوفوا الريفيو ديالك. خاصك تعمر كل شيء، ما تنسى حتى حاجه، انت تعمر من كل شيء هنا يتعمر ودير ليه الساند كل شيء، ما تنسى حتى شي حاجه، ما تنسى لا خليتي هذه محلوله كونتيني بحال ما كتبها كونتيني ماشي بحال هذه ما كدوش، فين كيبقاو يتسناو فيك هما حتى كتعمر خاصك تعمر. واخا تقول انت لا راه صيفطت هادي وصيفطت هادي غادي يشوفوهم، ما كيشوفوهمش. خاصك تعمر كلشي ودير ساند كلشي عا باش كيولي الاكونت ديالك شاد الصف كيف ما تنقولو حنايا، باش 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 يديروا ليه الريفيو عا باش كيشوفو. المهم اللي بحتاجي شي هذا ما كتحتاجش انك تمشي عند الصاله تبقى تسول فيه وهاد الحقاش، ما عرفتش حتى شي صاله غادي يعطيك الانفويس قليل اللي غادي يدير معاك هادشي، حيت الاكثريه ديال الصاله اللي خصك تعرفهم في علي اكسبريس هذا هو المشكل اللي نتوما ما عارفينوش. الاغلبيه ديال الصاله اللي كاينين في علي اكسبريس وكاينين في 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 علي بابا راه غير الناس بحالنا بحالهم، تما كيديروا الدروب شيبينغ قليل في كتلقى الشركه، فهمتي؟ قليل قليل في كتلقى الشركه خصوصا في علي اكسبريس، قليل في كتلقى الشركه هي اللي كدير هي اللي كتهضر معاك. الشركه راه كنقول حنا تشاينا، راه الشركه راه عندها كليون ديالها، تسناكش انت تبيع لك انت وان برودكت ولا 100 برودكت، كاين اللي كيجي كياخد 100000 ايتمز وكيسرعها وكيسيفطها في كونطون، فهمتي؟ قليل هادو كاملين الناس اللي كيبيعوا لك انتوما في علي اكسبريس راه بحالنا بحالهم، حتى هما دايرين اكونت وعندهم السلعه عارفين كاين السلعه في شي وير هاوس فهمتيني في تشاينا، وكيمشي كياخد السلعه اللي ديسبونيبل كيحطها هو في علي اكسبريس وكيبدا يبيع فيها، وعارف بانه غادي يمشي للهوم ديبو غادي يمشي يجيب هداك الشيء وغادي يصيفطو لك، وكيدير البرافيت ديالو من هداك الشيء ديال مثلا التليفون مثلا هاد السبرديل هادي كيشريها مثلا هو ب 10 دولار وكيحطها لك في علي اكسبريس كيحطها لك ب 20 دولار رابح معاك هو 10 دولار مدخل فيها الشيبينغ ومدخل فيها الفلوس ديال السبرديله ومدخل فيها البروفيت ديالو وتا هو كيضرب على راسو، فهمتي؟ راه ماشي كلشي كيبيع ويشري، داكشي علاش ما كيعطيكمش الانفويس. دوك لا ما عنديش الانفويس، ملي كيقول ما عنديش الانفويس اوتوماتيكمون هو راه ماشي مول الشركه، بقاش مول الشركه. الا كان مول الشركه غادي يعطيك الانفويس، فين خصوصا في علي اكسبريس. مازال علي بابا كاينين الشركات لحقاش الناس كتشري بكونتيتي كبير، وفي دي اش جيت دي اش جيت هو كنصحكم به هو راه مزيان فيه سلعه مزيانه وربما رخص من علي اكسبريس وعلي بابا. المهم ملي كتبغي الانفويس ملي كتبغي الانفويس تقدر دير غير بحال هكذا، دير برانت فهمتي برانت ديال الورقه هادي بحال هكذا فهمتيني. هاهي غطلع الشيء بحال ما هكذا ياك، تقدر تبرانتي غير بحال هاد الروسيت هذا، هذا في حد ذاته راه روسيت لحقاش عندك الانفورميشن كلشي هنايا، تقدر تصيفطو ليهم ويقبلوه فهمتيني يقبلوه لك. المهم هو يكون هنا السمية ديالك فهمتيني، تحاول تحل هنا تحاول تفتح هاد المهم هضرب حد ذاته راه اونفوي كتصيفطو ليهم راه يحلو لك الاكونت ديالك لحقاش كيعرفوك انت كتشري من علي اكسبريس، وهنا عندك الاوردر اي دي عندك هنا واش صيفطو ولا مصيفطوش فهمتيني، ها هو هنا اوردر كلوز عندك كل شيء هنا عندك، يعني انت ما تحتاجش انك تمشي لشي اونفويس اخر اصلا راه كاين بزاف شي بحال هكا بحال هادو دا هو في حد ذاته راه اونفويس، يعني المهم تبيع وتشري مع راسك. وهذا هو اللي كاين اللي خاصكم تعرفوا هو ان راه هادشي راه ساهل باش تعمرو، ساهل بزاف وما تبقاوش تخلعوا من شي حاجه سميتها ليميتيشن
لحقاش لي 200 سنة سهلة. بعض المرات بعض المرات تنقول أنا بعض المرات بعض المرات يعني عندك 0.001% بعض المرات باي بال كتعدى عليك يعني كتظلمك، لكن ماشي ديما. في حال شفتي راسك انك خدام ليغل وكدير كلشي ليغل وما حلتش الاكونت ديالك، كاين واحد الايميل غادي نعطيه لكم. الايميل هذا كدوي مع الديبارتمنت ديال ديبارتمنت ديال باي بال نيشان اللي كاين في امريكان، ما كيهضروش معاك مصري ولا كيهضر معاك مغربي ولا سوري ولا لبنانيه، ولا كيهضروا معاك الناس ديال امريكان اللي خدامين في باي بال في امريكان، وملي كيهضروا معاك وكيحلوا لك المشكل ديالك. اذا كان عندك شي مشكل وحسيتي براسك راه ظلموك كتصيفط لهم ايميل في هذا الايميل هذا هو هذا فهمتي، كتصيفط قال عليه مزيان قيدو. كان عندك شي مشكل ما تحلش لك فهمتي، كتمشي نيشان كيمشي تسميتو الميساج ديالك كيمشي للديبارتمنت ديال باي بال وكيحلو لك المشكل فهمتي. المهم هو كتعمر في الاول، هادشي هذا هو المهم، كتعمر في الاول هادشي حلوه لك، حلو لك المشكل راه مزيان في 24 ساعه ولا في 48 ساعه كيردو عليك بانك يا اما خاصك تزيد بروفي ليهم شي حاجه اخرى او راه الباي بال ديالك تحل. في حالة شفتي راسك ظلموك وما بغوش يحلوه لك، سير لهاد الايميل هذا صيفط لهم ايميل من نفس الايميل باش حال انت الباي بال ديالك، صيفط لهم وعطيهم الكيس النمبر ديال الكيس ديالك. لحقاش ملي كيديرو لك ليميتيشن كيعطيك واحد النمبر ديال الكيس باش نسدو، علاش نسدو داك الاكونت ديالك، فتعطي هذاك الكيس هذاك النمبر ديال الكيس كيعرفو هما شنو الكيس، كيمشيو ليه نيشان كيقلبوه كيشوفو بانك راك صيفطتي كلشي، كي فيريفيو بان راه كلشي عندك ليغل وكيحلوا لك الاكونت ديالك. هذا هو اللي كاين في باي بال. كاين واحد الحاجه اخرى في علي اكسبريس، هو غادي نهضروا فيها ان شاء الله في الفيديو الجاي، كيفاش لموصلاتك السلعه ديالك، كيفاش ترد الفلوس ديالك او السلعه ديالك شدوها لك الديوان، شريتي تليفونات وصيفطتيهم للمغرب و دولك يعني ما عطاتكش الديوانه السلعه ديالك او جاتك غاليه باش تخلص الديوانه، كاين واحد اللعيبه كتخلص بها كترجع بها فلوسك في علي اكسبريس، غنهضروا عليها في الفيديو الجاي. هاد السيت هذا ما وريتوش لكم السيت باش تعرفوا بان راه كاين علاش باي بال كدير ليميتيشن على قبل السيكوريتي. هنا ويستر يونيون كانت طالقه اللعب، يعني طالقه اللعب انك كتشري بكريديت كارد مشفوره ولا ديبيت كارد مشفوره وكتشري البيتكوين، او كتشري شي حاجه ماشي ملموسه، وكيصيفط للسيد فلوسه في ويسترن يونيون اونلاين، كيف في ويسترن اونلاين دوت كوم، وكيعمر الفورميل بالسميه ديال السيد من كريديت كارد ولا ديبيت كارد، وكيصيفط 1000 2000 3000 4000 والسيد مسكين كتمشي ليه فلوسه، كيمشي ديكلاري في كريديت كارد ديالو الاجونس ديال كريديت كارد ديالو، و كريديت كارد كتابع ويسترن يونيون. اللي شفتو هنايا راه هنا الشيان تاع 20 اللي في الشهر اللي فات 2017 ويسترن يونيون ضربوها ب 586 مليون دولار بيناليتي اوفر ماني ترانسفير فراد. فراد هو يعني الشفرة، يعني شي حاجة ماشي ليغل فهمتي. اللاو ديال اليوزر ضربوهم ب 586 مليون دولار كتعويض انهم يعوضوا الناس اللي تفرط لهم كريديت كارد ديالهم ودوا لهم فلوسهم، وراكم كتشوفوهم ونيوز هنايا باش تعرف بان الباي بار دايره غير خدمه ديالها ما كتكذبش على الناس. ثاني حاجه تا باي بار راه فيها سكام، ولكن باي بار ما كتقولش بان راه باي بال ديالها او اكونت ديالها او السيت ديالها فيه سكام، لحقاش باي بال خصو يبقى ديما محتفظ على الاسرار ديالو، لحقاش هو كيدير الخدمه ديالو هي السيكوريتي، خصهم تعرفوا القضيه بان الخدمه ديال باي بال هي السيكوريتي، ما كيديرش شي حاجه من غير السيكوريتي، كيصيفط لك فلوس وكيجيب لك الفلوس وكيدير السيكوريتي للفلوس ديالك.
الاكونت ديالك. دونك الا جات هي تقول لكم بان راه كاين سكام او تكتب شي ارتيكل بان راه كاين سكام في الباي بال، الناس كتفقد هذيك المصداقيه ديالها في الباي بال، ما كتبقاش خدامه بالباي بال. دونك باي بال فيه سكام ولكن ما كتقولش، فيه سكام على الجد، فيه سكام على الجد. الناس كتشري به السلعه فهمتيني اللي ماشي ملموسه وكتعاود فيها البيع فهمتي. دونك هنايا راكم كما كتشوفوا هنا واش تريني راه طلقات اللعب 4586 مليون. دونك انا كتفهم بان الباي بال راه كدير غير الخدمه ديالها، ما كدير حتى شي حاجه، والليميتيشن راه عادي جدا، ما تخاف من حتى شي حاجه اللي غادي تخلعك فهمتي. دونك المهم تخدموا على راسكم، والفيديو الجاي غادي نديرو على اكسبريس كيفاش ترجع فلوسك للسلعة ديالك شدات لك الديوانة في المطار او ما بغاش يعطوهالك وكلك خلص واحد الامانش كبير عاد باش تاخد السلعة ديالك كيفاش ترجع الفلوس ديالك. المهم الله يسهل. السلام عليكم ورحمة الله.